السلام عليكم الاولاد بوسعاده وبوسعاده كالعاده. شوفوا شكون هبط لنا تراك جديد الاولاد الظاهره جونيور حسين. يا فرحكي يبدا معايا اخويا صاحبي لحظه علي يعني نبدا فرحكي يبدا معايا ايه حتى جونيور صاحبي اخويا ايش نقول لك ايه والبابا اللي نبدا اخويا يحبونا برشا اخويا تحيه ساعة اي اني نستنى فريق جونيور تعرف علاش اخويا تحيه السيكريتي نتاع بونابارت والناس اللي تسهر في البونابارت والناس الطفل دي نمشي غادي كمية حب صاحبي خويا أحلى ناس نسيت حتى اسمه وش اسمه واني طفل بشن دي عندي الزهايمر والسيرفير الكل كل خويا حبكم برشا يا خويا والله حبة هي حفرة ربي يعفو أستنى آخر مرة عكم ريت المنظر اللي صار أما خويا الحوت عليكم أنا نجي على خاطركم أنتم مش خاطر البلاصة خويا برشا حب للناس هذيك حسين والاولاد جونيور حسين هبط لنا تراك اسمه اسامه وصدام اي نورمال مو شكون اسامه وشكون صدام نورمال مو صدام حسين ونورمال مو اسامه بلادنا علاش استنتجت النتيجه هذه على خطر علم فلسطين والزبي فما مواضيع منيك باش يحكيها الطفل هذا هذا استنتاجي وزبي للمواضيع حسين شراوت خويا اللي حسين ماهوش كلا يغني دين ونرجع لكن يعطي بيرانك فيهم الدين وفيهم غزة وفيهم فلسطين فما طفل صغير سألته مذيعة شنو قتله شنو تحب تقول الفلسطين قال كيفاش قال كل العرب محتلة إلا حومنا وفلسطين مقاومة وكبرنا الله وكي صدام حسين مقاومة وكبرنا الله و... في مش في العراق كل العراق صدام مش كل العراق صدام حسين حاجة كيكيك نسيتها حتى حسيلوا الأولاد لهني استنتجت حاجة ورجعت الكلمة هذا اللي الذراري الصغار يتبعوا فينا ويعودوا شنو احنا نقوله يعني انت راهي كلمة كبيرة كل العرب محتلة كان حومنا وفلسطين سبيل معناها كان ما غنيهاش حسين راهو كي جيت سألته المذيعة الطفل الصغير هذا راهو ما قيمة يجاوب راهو ما نعرف راهو ما لذا اخويا هك علاش نقولوا للرابريت راهو فما ولاد صغار انتوما باش تربيو جيل اخر الجيل الجاي انتوما باش تربيوه اذا نمشيو نسمعوا حسين جونيور ايش غنى الظاهره نتاع تونس وحد الله ما تخممش وريني ش عملت احكي بروحك ما تعممش مشالهم وردو خاطرك مشالهم ما تهممش وعدو سفاه عليه نار البيعة ما تممش ما سمعتش انتو باك سمعت موجع الناس ملين مشي طباك باش ناس تنحي الستريس تغزر له يضحك في وجهك من داخل يغلي وسواس تغزر لي مكشر في وجهك من داخل نغلي حماس ايش قولك في الدخل؟ مبارقة ولا اربع مرات تعودي نفس والله خلي حمس تحلي نحطه وطريش لبدون نسمع وبابا يطلب يا الله عوال اربع مرات ضيق لنا سيفيل سامو صدام هاي كالعادة حرب هاي كالعادة حرب الدخلة متاع ننتصر او نموت متاع عمر المختار يا رئيس البحر نشكي لك حرب أهلية في الوطن بوليس البلاد حقار وحسن فلتة في الزمن أهلي وناس يبغوني نتير ودولة بغاط نلبس لك فن كعلي عبدالله الصالح الغدران تقول في اليمن كالعالي الزبي متعمق سياسين الزب هذا يا علي عبد الله صالح مش رئيس اليمن نيكو متعمق يتبع برامور رئيس البحر نشكي لك حرب أهلية في الوطن بوليس البلاد حقار وحسن فلتة في الزمن أهلي الناس يبغوني نتير ودولة بغاط نلبس لك فن كعلي عبد الله الصالح الغدران تقول في اليمن نفسك الكمانجة اللي ضربت في الانستري في الاخر في الغنية اللي فاتت القلب يشبه شوية صحيح نفس البيت ونفس تقريب واضح بيت كومبوزي واضح حسين ولات خدمة برو على الاخر عنده شوف الاحتراف لو ليه ثلاثة تراكات برك حسين بعدهم ولا يلعب كومبوزي اقول لك حاجة يعني سمعت ريل للتراك هذا واللي قاعد الرافي حتى في الفايب قاعد يتو فما نزلات حسين فما نزلات هون هون تعدي وتعم بدي يفهم اللعبة بدي ياخو على السيستام وبدي ماشي فيها اللغة نستنى له في تراكات رافي مزيالي رافي بالكم الزبي اللي اني عندي موضوع في مخي باش نعمله حسيلو تعرفوه اخر العام دخلت للشين متاع حسين سبير رجل عنده خمسة شهور يا ربي تراكو اول تراكي هبتو خمسة شهور شتحكي انت كبرانا تصفر من الجيم حيرة صفل وطرود مو لازم اول وسكيم ما حسبنا نقص مربوط حومنا صفر جنة تموت فقر على قيد الحياة مرشد لا تقطع له عادة ديما تلقى عنده جديد يعمل بيكو جمعة
مرشد لا تقطع له عادة ديما عنده جديد بالزيت. فقر على قيد الحياة، مرشد لا تقطع له عادة ديما تلقى عنده جديد، يعمل بيكو جمع الدولة في صفقة لريال مدريد غد. يعمل بيك وجه تاع له عادة ديما تلقى عنده جديد، يعمل بيكو جمع الدولة في صفقة لريال مدريد يعمل بيكو صفقة ريال مدريد غادي قمعوا منعوا فني حشوها مع اصحابي مع عمي علي تزيري والجمجمة والناس حبتني نغني علي تزيري والجمجمة غادي غادي احشوهم حشوهم معايا وما حبونيش نغني منعوا فني حشوها مع اصحابي مع عمل بيكو جمع الدولة في صفقة لريال مدريد غادي قمعوا منعوا فني حشوها مع اصحابي مع عمي شو مع اصحابي ومع عمي ما انا ضايق عليه مشي لازم صحيت يا هذيك اش قلت لك اني باش تجي انك صحيت انك باش تدخل طوى في تونس انك باش تدخل واحد للحبس على خاطر غنيه ما تنجمش اما باش يضايق له حبس حسين وقف فركسو يا اخي تصور انت صاحبي راي تعرف سوسه تصور انت برو من مدخل سوسه للقنطاوي كل دوريه توقفك تكره روحك تهز روحك وتروح تهز روحك وتروح ما غير ما لا تسهر لا تعمل حتى شيء احنا انا نهبطوا لسوسه ونعرفوا سوسه برو توقفك زوز دوريات صاي السهريه فاتت كان كل دوريه تفركسك كما نعرفين صاي السهريه وفات والوقت تعدى ساعتين تعديهم احداث تزيري والجمجمة والناس حبتني نغني نتفكر في حشيش الغصره عصابه وقفت فمحوني ما تعرف لنا ايجا اقول لك حاجه لنا نجموا نطلب ملاحظه مزيانه اللي هي الاولاد العباد اللي قاعده تو مثلا جونيور ربي يرد غربته وخويا ربي يوفقه وخرج ونجم يقول لي حب غادي مرتاح خلاص مي العباد اللي قاعده لهني العباد اللي قاعده لهني وشد طريق حق في الراب نتاعها في الموسيقى نتاعها واجتهاد وفي الاخر ما فهم حتى واحد ما نمشي يكون 100% صحيح ديما فما اجتهاد اما شد طريق الحق وقت اللي باش تلعب مع السيستم نجم تقول كلام يوجع اكثر من انك تسب عون والا صحيت ومن وقانوني في الوقت قانوني وما تطيحش قدر العباد تماما خاطر انت يجي يقول لك حاجه انا حكيت لك على الفاز اللي في تونس معناها جاني شكون وحكي معايا وعطيك الصحه من هذه وقال جنيور راي خايبه على الاخر الفاز وقت اللي قال مرت العون تحب على متراكي معناها خاطر شنو شقرا بصفه عامه صحيح شرف وشقرا بصفه عامه حتى اللي خطيه وماهوش ظالم وماهوش كذا ولد حومه ولد فهمت شنو شتوجع الكلمه فشنو العباد اللي تخدم كونتر سيستم حتى كلاي مثلا كلاي اليوم راهو يحاربوا فيه بالباي جي جي على التراب انا العباد اللي كونتر سيستم بالفرشه ما تخدمش ماشي قاعدك مخك وعارف كيش تعدي روح برو زايد معنا هي وافقه ونافقه وغادر البلاد انت لا توافق ولا تنافق ولا تغادر البلاد خويا ما قاعد لاني اعرف كيش توصل فكرتك هكا سواقر دارت في الحسره ما نسيتش العمل للدوني جيلي جيلي يحشي فيه فلوس ما ربيت بالغالب ناس بكري ناس ما لديت تغدر بشطوره وظلال تخمم في خدام النهار في بلادي ما عادش خالد خمم في خدام النهار في بلادي ما عادش خالد لكن نشوف حاجه زاده راه فما برشا رابيرات بشترا جونيور كيخرج ولا يخدم في خدمه برو انستري كومبوزي خدمه بروفيسيونيل اكثر خدمه خير اكثر نجاح اكثر فما ناس اللي تطمع لهني في الحرقه برو استنى ما عندكش نجاح جونيور انت ما طلعتش نجاح جونيور صحيت هو طلع نجحت طلع في المنافس في خدام النهار في بلادي ما عادش خالط ربي في العشرين دينار سبحانه ينزل البركه تعبي له خف على الدار برجوليه مصبر زكم والبار في العشرين دينار سبحان الله ربي ينزل فيها البركة تعبي له قفة للدار اقسم برب الكعبة اقسم بالله في 2019 خدمت شهريتي ب 400 ألف شهريتي 400 ألف في بوتيك متاع صبابط اقسم بالله ومرتي حبلة وفي الدار ما تخدمش الله يرحمه يعني تصور انت 400 دينار كيفاش تكفي انا مانيش عارف انا توا مانيش عارف البركة. لليوم راني هاني بوحدي براسي توا نعيش ما عندي لا ما نصرف كان على روح مليون و200 ما يلفقونيش في الشهر هذيك بركه ربي صاحبي تحكي ليش بركه ربي معجزه هكا هيك تو راني لحم وحوت وخضره وغله ب 400 الف كيفاش مانيش فاهم ما تسالنيش زيد كيفاش رئيس البحر نشكي لك حرب عليا في الوطن بوليس البلاد حجار وحسن فلتة في الزمن اهلي ناس يبغوني نطير ودوله بغات نلبس لك فن يا علي عبد الله الصالح الغدره نقول في اليمن شو اللي يعجبني يا علي عبد الله صالح رئيس البحر نشكي لك حرب عليا في الوطن بوليس
البلاد حقاره خدم الاوتوتيون بالسيئة. فما اوتوتيون راهو انا لاحظت فما اوتوتيون راهو اما نضيف برشا مش متلاحظوا الجملة لما العايد لطلع لي شيء. شوف قلت لك نجم نقول لك اللي انا حسب ما قاعد نراه في حسان مني قلت لك عليه يعني ديما كي نسمع حاجه خاصه الناجحه ديما نسال شنو بعتالي ونقعد نستنى شنو بعتالي شنو تعمل بعتالي نيكست موف هذيك مهمه عندي يعني. لان حسان وكاني بديت نراه فيه وين ماشي معناها قدام شنو نجم يعمل كيما حكيت انت عنده جوست 5 تراكات معناها مازال بادي جديد فنيو معناها لانيه تكنيكات واللغه هيك برو فما ناس بدات ومازالت قاعده تبدا ديكالي وتعمل فيهم كل الرافي في حاجه سفيان راباس سفيان الفرنساوي عرفتك ستيل الهارد هذاك بتاع التراب واللورد ومع شويه فايب ومع الراحه الثاني نجم يلعب نجم يمشي غادي وش يمشي غادي شوف ريت حسين الحاجه اللي باش نعملها بالرسمي كان يفك بلاستو فيها استناوها هذه راهي ما تعملتش قبل في تونس الجمل حتى الحوار التونسي ما عملها لكم نقبه نقبه تو كان شي فك كان جنيور يفك بلاستو فيها شنو هي تنقول لكم في الاخر هذه خليكم شوقكم فخر العام سيبغاو ننتيرو دولة بغات نلبس لك فن كعلي عبدالله الصالح الغدرة نقول في اليمن عالكوكا ولك راك غنيت حاس بحما والمربيت استغفرت ياي خويا ربي يطلع صراحة وخويا وصراحة الناس الكل كاي البحري فوزات مزيانين بكري حتى صورة عمر زادوا من عرشت صورة شكون آخر عمر الله يرحمه شوف عنده قضية يا برو عنده من داخل خويا عنده اجي اقول لك حاجة هيك الخويا اجي اقول لك حاجة عرفت نكت رياكت 7 سنين لاحظ بتحب ما عندي نحكي لا لا ايه يمشي لاحظ حاجة اللي انت العباد الناجحة اللي نعملوا لها في ملاحظات بتاع مثلا نايزينة من الكليباتك تحت حيط وما نعرفش شنو وكليك ودرشنية وكل بساطة هيك وكسروا روسكم وكذا وما نعرفش شنو تفكرها يجي جنيور لاني ويحطمها الكليب سامبل على الاخر حتى شيء مفهم في الكليب حيط شوية كذا زوز ربوات موتو كذا وما تقلقش من الكليب وما تقولش بيه الكليب علاش خاطرك مركز مع البارول مش كتتفرج في الكليب البارول فما لا فما لحظة 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 الفينومان والله لغزرت الكليب جملة من بكري واني نتبع في البارول من لوتا صحيح اسمع من بكري الفينومان نتاع جنيور الستيل نتاع جنيور وبما عودنا به جنيور ولنا مستنسيني كي خاطر راب وستريت على الاخر حومه على الاخر ما عرفش تقبلوا منه كان تحت حياتي صح انت ممكن كان يجي تاع لطفي دوبل كانو يعمل لك كرهبه مزيانه ولا شي كيفاش تعمل يا اخي التراك نتاع لطفي دوبل كانو مثلا هكا حياته دنيا فما موزيكا بارول يمشي نايك حتى يهبطها لك كوفر راوز باش تشيخ عليها فهمت انت حاجتك بالبارول اني من بكري والله الا غزرت الكليب من بكري وني نغزر لوط هكا هو نتبع في البارول من لوط مشيت وجيت استغفرت مشيت وجيت مانيكش فوق السطين مرا كبيره شدت وبخيت تضحك حك على الرابيرات في زناقي تكون تقريت هو فوق السطين اني ذي شكلها مروح على حتى لحظه حتى الستين صراحه برشا جنيور راه هو لا رمى هالك اللي يحب يقولها اللي انت راك عزوزة فوق الستين ويحكي على شخص معين لهنيرة ماهوش يحكي تتحكك على الرابيرات صحيح وصلت فهمت هو لهنيرة ماهوش يحكي لك بصفة عامة اني راني ما نتبعش واحدة فوق الستين لهنيرة شني ستين خليت فات يدبدب هو لا هي يقصد فيها هي انت راك فوق الستين بطبيعتك قدمك تظهر محليك فتصارك فوق الستين الترند والفيات حسلوا لطدون صحوم ومتربع فقلوا بالعباد الزبينيك نيكل فييت زبي توندونس لول توندونس لحوم مذاك توندونس لحوم من عم الزبي فمي نحب القصرين وشطر عروقي تزيرية طوت وصي وتعاود سمع أهلي ومالية الزبي يا بلاي برشا ريسبكت للسيد هذا ولد سوسة واسمع اشقلك فييت حسن لول توندونس لحوم ومتربع فقلو بالعباد كيف أمي نحب القصرين كيف أمي نحب القصرين وشطري ترع روقي تزيرية وش ترع روقي تزيرية الزبي ولد سوسة نحب القصرين ونيكم الجهويات صح ايه لحظة صعب ايه لحظة ايش اقول لك حاجة ها ريت انت حتى كي جبتها بالبوزيتيف لا انت خاطر تجبت البوزيتيف بوزيتيف مش نيجاتيف موضوعك نيجاتيف عندي خطر بمجرد انه مازلنا نحكي فيه الموضوع حتى لو كان ضده رانا باقي مازال ما عاشش في روحي لا معناها نحكي لك فما شوف راهو تسمع حسين شوف قداش حكي باهي شوف حسين قداش يعطيك من قضيه
كما قلت انت حتى صوره عمر شو بالاخر ايش ما فهم رابير يحكي فيهم المواضيع هذوما الزبده فهمك فهمك انا نورمال مو الموضوع هذاك مع حتى باش وكيفاش ما عادش نحكيوا عليه حتى كي نبداو ندافعوا فوتو فهمتك طول توصي وتعاود سمع عقلية قديمة برو اللي هم مالية وليدي كبش في بحثك نعرف قضيتك حرية توفيقي قضيته حرية من عند الله ربي ورضاية والدي تو يخرنا فيه العالم حلف الناتو والقوات ان وعد الله حق تو يخرنا فيه العالم حلف الناتو والقوات جنيور جنيور فما كونتاكت انت بوتين سلام والدي تو يخرنا لا لا ذكرني فاست ايه بس نحكي له في ستوريات شو نعملوا طبعا مش نجاهدوا شو مش نسميه الكتيبة وسميتها الكتيبة ديجا سميت اه كتيب الشهيد الزويري التونسية ما تحكيش كتاب وعطيته محل واني ترينير وشكون القائد متاع الكتيبة؟ هاني في الجولان بل ما يعطوا يخشوا بل ما يدخل لا خططت كل شيء خططت كل شيء ليه باش ندخل احنا حندخل من هنا البوليس قبل ما ندخلوا قبل ما نتحركوا من تونس اصل باش نستفزوا الدول العربية الاخرى باش تثور معانا اش معناها تونس قاعدة تتدرب ويحضروا في رواحهم واحنا مازلنا والسلاح مش تونس روسيا باش كل شيء منظم شمكم سايبه عليا طلع حطوني اين ايش يهمكم كل شيء مخطيني له جونا به وحط لكم حتى البلايس اللي مش ندربوا فيه اخرنا فيه العالم حلف الناتو والقوات ان وعد الله حق خوا خوا للممات الكيان شبه ان الوعد الله حق خوا خوا للممات ان هرب امه واحده عربيه بالله اسمع مش تطلعوا قريب انتوما اي استطلعوا ماكش طلع معنا نطلع معاك وحتى انت كي باش تطلع مش قريب استنى لي نرجع شعرك هكا لا باش نقرع ديجا شي نقرع خاطيته بالخط وش الحجم هذه مش نخليها لحيه السنه باذن الله باذن الله ربي سبحانه قال لك ها ريت الخمج اللي عملته الكل ها وفما ثنيه اخويا برا امشي موت شهيد الله يبارك لا ايش نقول لك حاجه خاطرنا احنا بالله فيسا هكا خاطرنا احنا رانا نحكيو بالعاطفه ياسر بالرسم نمشي بالله الهدف بتاع اسرائيل من 20 عام واكثر من 20 عام هو تهجير اهل غزه لسينا دخلوا من مصر وعرضت الموضوع على حسني مبارك وحسني مبارك قال له هذا خط احمر وفوتوا سينا خط احمر اليوم قاعد يتعاود وعندها قديش سنين التالي نسمع فيها 3 سنين تقريبا تل ابيب تهدد باجتياح بري عسكري لغزه يحبوا يفرغها اليوم اليوم طوفان الاقصى سبة وحجة الإسرائيل والعالم الكل باش ينزلوا على غزة بالقصف وكريتهم شيء حزن رافي فيديوهات شيء أسف شيء أسف والهدف متاعهم طالعين يحكيوا محللين متاعهم وكذا شنو المشكلة قال كي مصر تحل أخي مشكلة مع رب وخوات حل الحدود ودخل أهل غزة بياني باش نقص لك الموضوع هذا الكل كيف بالله الناس اللي تتعاطف وتحكي كما هيك علاش هكيك في القصف هما وكل شيء وانتم تتفرجوا عليهم والكل كيف سبب كان طوفان الأقصى نحب نقول لك اللي هما بفهمهم وقت اللي يراو في الصور طالعين طفل صغير عمره متاع 13 عام يصور وش قال قال الأولاد أني شهيد بعد ربع ساعة باش تقصفنا إسرائيل باش تمحقنا لذلك باي باي والسلام وربي ينصرنا إن شاء الله يعني هما فرحانين بالصورة خاكي تجي انتوما يا وعلى شكيك عملت غزة وعلى شكيك المقاومة عملت يا وككرت على أخواتنا الفلسطينيين وكانوا هما السبب مع عمرهم ما كانوا السبب وكل صاروخ يطلع من عندهم هما خاطر هما طول عمرهم يعيشوا في الذل في القهر يعني وقت اللي أني الراك أضربولي بكف وقتلني ميسالش هذاك هو اللي قاعد طاوى صاير في غزه خلي كملوا التراك ما ندخلوش في فروع اخرى صراحه بقى فوت انت غلطت لعبات في لا ليه ما اخويا ما خلينا اخويا يرحم والديك خلينا ايش يا طم شو تكون ساعه الزبيه 2000 years later برا اخويا على روحك خلينا نتفرج على نكمل ريحته برا اخويا على روحك الناس يبغون ينتيروا دولة بغات لبس لك فن كي علي عبد نيو غزة وفلسطين سيب زب يا خي حرب أهلية في الوطن نيك شان يوتيوب قلها ما بش اني خويا نحكي ونيك احكي وعمل لنا خويا كعبة هكا مايكروفون ونيك جمجمة جمجمة ونار وزب خاطر بيحبش نحسبوا له انتوما قداش كلوا من خيطة هو في الياكل انت هو حلت زكم الموضوع ما احنا احنا باقي يعطيو فيك نفس الزريق يفرحك 10 ايام باش يستعب القرن اخويا السلام عليكم فك زب يا اخويا ما عادش تحكي لي حتى موضوع كان في الرياكت على حال غدران قلت في اليمن يا رئيس البحر نشكي لك حرب اهلية في الوطن بوليس البلاد حقار وحسن فلتة في الزمن اهلي وناس يبغاون ينتيروا دولة بغات لبس لك فن يا علي عبد الله الصالح على حال غدران قلت في اليمن ده
ليتو غنيكي هذا وين يهزك يهزك القضية وفلسطين والزبي، الآخر يغني لي راس لمبوت والآخر يغني لي كل واحد شبشي يغني لي الزب كعبة بير وكعبة شراب وإني كلهم وإني مقحب وقحب وإني أكثر واحد قوي في تونس والزب. رأيك في التراك؟ هيك العادة ذاك حسين جونيور تراك كل ما قلت لك فما فما حاجات ماشي فيها مزيانة، قاعد يقدم قاعد يطور من روحه حاجة باهية. فقط عندي ملاحظة على ريل هبطت ريتها عندها مديد اللي حسان شد فيها السلسلة وقتها دالي معناها عنده كلاش ودنيا وفازة نورمالمون ما يدخلش فيها اللقطة جنيور خاطر انا كريتها اني ما كنتش من الاول فازت هذيك وقتها طلعت في اللغة فات ودالي طلياني ويخدم بي ويخدم بي مش خدمة بالعكس خدمة متبادلة معنا تعاون متبادل، لكن فزت الشركة هذيك الانطباع الأول اللي وصلني من ريل إنه فاش تعمل حسان لأنش تولي إش تظهر وكأني يخدم بيك بالرسمي، لكن أنا إنسان هذا الانطباع الأول، لكن أنا إنسان نخمم ونحلل ونعملهم الكل، جيت نشوف بعدين نحلل فيها ينجم يكون حسان بالرسمي صحاب برشا وداري تاليان ولا صحاب وبيناتهم رجال طور يخدم بالخدمه كل ما بيناتهم عيش وملح وكذا. لكن نحبك ما تنساش حاجه جنيون، نحبك تكون بروفيسيونيل في راسك، حتى انت دالي نحبكم تكونوا بروفيسيونيل في راسكم وتخمموا. راه شوف راه العباد ممكن ما تراهاش صحبه وماهيش باش تراها صحبه مادام بداوها العلاقه يخدم بي درشني صحبتكم خليها بريفي. موزيكا لازم تكون فيها بروفيسيونيل، لازمك انسان قاعد يكلاشي في انسان انت ما عندك حتى مشكله معاه ما تظهرش مع الانسان هكا حتى لو كان صاحبك، خاصه الوقت اللي انت باش تكون تلعب في الميدان وتكاور وعندك فاناتك وعندك جمهور وكذا. خاطر اللقطه كيما هيك يقول لك اش مدخل واش فيك تلاعب في روحك والعباد تلاوج على شنو تتحدث. فقط كي تجي تحلل هي نجم يكونوا صحاب بالاخر وعلى حسن النية وقاعد مع صاحبه وقف مع صاحبه، لكن كيما قلت لك لازمك تكون بروفيسيونيل اكثر. راي العباد نجم ما تفهمش الحاجات هذوما ما تعيشهمش معاك وما تراهمش وما كذا. اني واحد من الناس لو ليت خلبزني نسيت حتى التراك، نسيت حتى البيرانة في التراك نيك راسي هيك الكل كيت فصح حسيل الاولاد. التراك هذا عجبني خير من الاخر. انا ديما ماكم تعرفوني عندي الصنعه نتاع التراك، نقارن الغنيه اللي قبل هذه ولا قبلها بهذا التراك هذا عجبني خير من اللي فات. انستري كومبوزي خدمه بروفيسيونيل قاعد يعمل فيها حسين، وان شاء الله نشوفه ديما من حسن الى احسن الظاهره نتاع تونس. مصرية شباب ما تكونش من اللي يفرح 10 ايام باش يستعبدوه قرن، رد بالك. بسعادة وبسعادة كالعادة تستحق أي حاجة غير الفلوس. تكلم باي باي.